سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله السيد حسن الياسري، عظم الله أجوركم. ألو. عظم الله أجوركم، حياكم الله السيد حسن الياسري. الله يحفظكم سيدنا العزيز وأجوركم، وأنتم من المعزين للحسين. حياك الله يا سيد. أحببت أخذ من وقتك نصف دقيقة. تفضل، أنا كلي بخدمتك إن شاء الله. حياك الله خادم الحسين، صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. أيوة ألعن عدوهم. يا شيخ، هل الذي يصف الإمام علي بن أبي طالب بالحشرة، هل هذا يكون عدو لآل البيت؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة يقول البعوضة أمير المؤمنين، قال ذلك علي بن إبراهيم القمي، هل هو كده من أعداء آل البيت؟ هل الذي يصف الحسين بتاء التأنيس النساء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، مجد ناصر الزبيدي بيقول أي الحسين بن علي، سئلت أي الحسين بن علي. ما رأيك في يا شيخ في من يصف الإمام علي أن كان أذل من الحذاء في بيت الأحزان قمي، ومن يصف علي بن أبي طالب أنه وضع الحبل في رقبته، ومحمد بن يعقوب القليني وصف الإمام أن جرة للبيع كالجمل المخشوش، فهل هذا يا شيخ هؤلاء نواصب؟ العفو سيدنا، بالنسبة للتفاسير التي وردت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام، الدابة التي تخرج من الأرض تكلمه، أليس كذلك؟ لا ليست دي، لم أستدل عليك بدي، لا أنا بستدل عليك بالرواية اللي قال السيد مكارم الشرازي، هي صحيحة الرواية في تفسير القمي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، قال البعوضة هي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي مدينة المعاجز في المجلد الأول، إن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يرضع من النبي صلى الله عليه وآله، وفي كتاب الكافي إن الإمام علي اختصب فرج ابنته وصحاح المجلس في مرآة العقول، قال جعفر ذاك فرج غصبناه، فهل هؤلاء نواصب يا شيخ؟ استغفر الله من ذلك، لما أسمع بها على الإطلاق. أحسنت يا شيخ، أحسنت الرواية. بص يا شيخ، خليني أفتح لك الكاميرا، أفتح لك الكاميرا أوريك الرواية الآن، معايا كتاب مرآة العقول ومعايا كتاب الكافي، تراني سيد حسن؟ بلي معك. نعم، بص يا شيخ خليك معايا، ده كتاب مرآة العقول وده كتاب الأصول من الكافي، ده كتاب الكافي. بالمناسبة يا شيخ، حياك الله، بالمناسبة أنا سني من أهل السنة والجماعة، علشان أبين لك الحقيقة، علشان الحوار يكون حوار بناء إن شاء الله. المكتبة اللي ورايا دي مكتبة الإمامية الإثنى عشرية، ده كتاب الكافي وده مرآة العقول، أبين لك الآن إن الإمام اختصب فرج ابنته. ما رأيك يا شيخ، هل الذي يقول إن الإمام اختصب فرج ابنته ويصحح المجلس في مرآة العقول يكون ناصبي؟ مرآة العقول؟ نعم، مصدر مرآة العقول؟ الرواية في كتاب الكافي ذكر محمد بن يعقوب الكليني هنا، وصحح المجلسي في مرآة العقول. نعم، اكتب وراي انا ارى حضرتك، ان شاء الله كده نفكر، وان شاء الله الله يجمعنا على الحق ان شاء الله. الرواية التانية يا شيخ، لما تكتب هذه الرواية التانية في هذا الكتاب، كتاب تفسير القمي لعلي بن ابراهيم القمي، ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة، قال البعوضة هي سيدنا علي عياذا بالله، عياذا بالله. شايف الكتاب في ايده يا شيخ. الكتاب الثالث اللي انا قلت لك عليه اللي طعن في سيدنا الحسين، ناصر الزبيدي، انظر لي يا شيخ. نعم هذا الكتاب يا شيخ، التيسير في تفسير القرآن لمجد ناصر الزبيدي، ذكر وإذا الموءودة سئلت أي الإمام سلام الله عليه، أي الإمام الحسين سلام الله عليه هو الموءودة التي تسأل بأي ذنب قتلت. فنرد على ذلك يا شيخ، ثم أنقل لك أن سيدنا علي هو الثعبان عياذا بالله في هذا الكتاب يا شيخ، في هذا الكتاب شايفه سيدنا علي هو ثعبان موسى، أظن قرأت في قبل ذلك خطبة البيع. فلماذا يا شيخ علماءك يسبون الإمام علي سلام الله عليه ويقولون اختصف فرج ابنته جرة للبيع كالجمل؟ بص يا شيخ، كتاب سليم بن قيس يا شيخ، كتاب سليم بن قيس يا سيد، بيقول إن الإمام وضع الحبل الأسود في رقبته. تفضل يا شيخ، لماذا تسبون الإمام علي سلام الله عليه؟ صار واضح، فهمت وقرأت المصادر أيضا سجلتها الآن، وأنا هبعت لك المصادر أيضا، سأرسل لك المصادر إن أحببت أكثر من ذلك بكثير. أحسنتم.
سؤال خارج تخصص هذه المداخلة. اتفضل يا شيخ. انت واضح صورة بحسابك سيد معمم. نعم، علشان ادعو المعممين يا شيخ. لو اتكلمت بحسابي انت حضرتك اكتب على اليوتيوب رامي عيسى، لو تكلمت بحسابي المعممين لا يسمعون مني، لا يكلموني، يقولون اني ناصبي، اني وهابي، اني تكفيري، اني داعشي. وانت كما رأيتك الان ان سلف علماء الامامية هم النواصب الذين كانوا يطعنون في آل البيت. انت تعرف يا شيخ ان النبي في هذا الكتاب، كتاب بحر الانوار، ان النبي كان لا ينام، شايف انت تراني الان، ان النبي كان لا ينام حتى يقبل ما بين ثديي فاطمة، عياذا بالله، عياذا بالله. الكفر ده حسين الفهيد قاله، فيديو لحسين الفهيد قاله في بحر اهو الكتاب في ايده اهو يا شيخ، للشيخ المنزلي، محمد بكر مجلسي. بص المجلدات كلها يا شيخ، بص المجلدات كلها، هذا بحر الانوار. بيقولون ان ايش كم الجزء ايه هو المجلسي، كم جزء المجلسي؟ ايه 110 مجلد. لا لا لا، تحديدا الجزء الذي يتكلم في هذا الخصوص كم؟ ثواني اطلعها لك يا شيخ، وهديك الرابط كمان، الرابط لحسين الفهيد، قال الرابط موجود على اليوتيوب بصوت وصوره ان شاء الله. وديك الان، خليك معايا اطلع لك المجلس قالوا في اي صفحه بالظبط عشان الكلام يكون مستند. لا انا اقصد الكتاب اللي ذكر هذا من بحار الانوار، الجزء كم يعني، الخامس العاشر؟ بحار الانوار المجلد 34 صفحه 42، عن الباقر والصادق عليهما السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام. وانا يا شيخ جبت الصفحه، لا 34 الصفحه صفحه 42. وانا اقول لك يا شيخ، انا ان شاء الله عامل برنامج اسمه طعن علماء الشيعة في الرسول. البرنامج ان شاء الله 30 حلقه، عامل حلقه حول هذا الامر. نعم، صوت حضرتك انقطع. طيب خلينا نقفل ونتصل عليه تاني. السيد حسن الياسري، الياسري، الله يشرح صدره يا رب، الله يشرح صدره ويهديه على ايدينا يا رب العالمين. نسأل ان يهديه على ايدينا ويعلم فعلا ان علماء الشيعة هم الذين يسيئون ويطعنون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نتصل عليه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حقائق مختفية في كتب الإمامية. ايوه سيد حسن الياسري، بني حياك الله يا شيخ. لو تحب ان افتح لك واقرا عليك الروايه من الداخل من جوه. وانا اخر حاجه قلتها لحضرتك ان انا عامل برنامج من 30 حلقه حول طعن علماء الشيعة في الرسول. سألتك عن اسمك في اليوتيوب. رامي عيسى يا شيخ، اسمي رامي عيسى. رامي عيسى اكتب وانا مع حضرتك الان. رامي عيسى، نعم، صورتك شخص. يلا انت تكتب، هيظهر لك الاتصالات على المعممين. وجدتها يا شيخ؟ بعد ما اغلق الهاتف ابحث على اليوتيوب واشوف. طيب ان شاء الله. انا من هنا يا شيخ ادعوك الى مذهب اهل السنة والجماعة، مذهب النفس المطمئنة، مذهب حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله أثنى على من يتبع المهاجرين والأنصار، والله سبحانه وتعالى بشره بالجنة كما بشر هؤلاء وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. أنا شايف حضرتك وراك علم أسود، وأظن حضرتك الآن في الحسينية في موسم عاشوراء، أليس كذلك؟ إن شاء الله تعالى. نعم، نحن يا سيد الياسري والله نحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد حسن الياسري، ونحب الحسين، بل نقول لعنة الله على من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله. نعم، بخصوص التفسير اللي جاء قبل قليل على رأيك، تقول السابقون مول ولا حضرتك حافظ الآية ولا أقرأها عليك؟ لا مو بالضرورة، لكن سمعت مضمونا. أنت قرأت السابقون يعني في تفسير على
أنا فهمت تعليمك السابقون، والسابقون أنت فسرتها بتفسير ما وصلت بشكل دقيق، خلي أسمع من يمك بعد. طيب يا شيخ، الأمر في القرآن، الأمر بالاتباع أتى في القرآن الكريم إلى ثلاثة: اتباع ما أنزل الله، تبع ما أنزل إليكم من ربكم، اتباع الأنبياء فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، واتباع النبي الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية، وتالت حاجة الاتباع، اتباع المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعدت لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهنا الأمر في القرآن بالاتباع لهذه الثلاثة. لو نظرنا باتباع آل البيت، آل البيت أصلا دينهم ومنهجهم كان على منهج المهاجرين والأنصار اللي أثنى عليهم القرآن، أما أبو بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن وما يقول عنهم محمد بن يعقوب الكليني في هذا الكتاب يا شيخ، إن هم نواصب، ده كتاب الكافي، إن هم نواصب، إن ارتد الناس إلا ثلاثة عليه وعمر وسلمان، هذا كذب، هذا طعن في كتاب الله تبارك وتعالى. مرتدين والله أعد لهم جنات، ما إما نصدق محمد بن يعقوب الكليني يا شيخ، وإما نصدق هذا الكتاب، هذا المصحف، إما نصدق هذا أو ذاك يا شيخ. أنا ما أعتقد هاي، أنت متأكد من هذه الكتب بالنسبة للمدرسي وبالنسبة للشيخ؟ نعم يا شيخ والله يا شيخ، أنت أنا لو في أي تدليس أو في أي شيء كلمني أنا أتراجع عنه، لكن والله كل الكتب أنا فتح لحضرتك الفيديو، فتح لحضرتك الكاميرا حتى ترى هذه الكتب التي خلفي. بص يا شيخ، بص الطبعات، بص يا شيخ، بص دي من مؤسسة النشر الإسلامية من قم، ده تحرير الوسيلة للخميني جاي لي من قم، دوت يا شيخ مؤسسة الأعلامين، دي كتب كمال الحيدري مثلا، مؤسسة كمال الحيدري فتاوى الفقه كمال الحيدري، ده الأنوار النعمانية، مؤسسة الأعلامية للمطبوعات بيروت لبنان، ده الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مؤسسة الأعلامية للمطبوعات. الكتب يا شيخ والله ليس مرآة العقول زي ما عرضت، بحر الأنوار التيسير في تفسير هذه الكتب، التفسير كلها من المصادر الشيعة موجودة عند سوده يناقش بالأدلة إن شاء الله تعالى. أنا سوف أبحث بهذه المصادر التي سجلتها هنا، وإن بقيت لنا الحياة إن شاء الله بعد أن نفرغ إن شاء الله من مراسيم عاشوراء الحسين أتواصل معك وبالدليل بإذن الله تعالى، وأنا ممنون لهذا الاتصال وجزيت خير إن شاء الله. وإياك يا سيد حسن، بل أنا سعيد والله، أنا سعيد بهذا الاتصال، ويشرفني أن أتواصل معك مرة أخرى. ممنون، في حمى الله حبيبي. شكرا، ممنون، شكرا، في أمان الله، مع السلامة. الله أكبر، الله أكبر، أسأل الله أن يهدي، أسأل الله أن يهدي. هذا سيد كبير من سادات الشيعة، هذا سيد كبير من سادات الشيعة، المناظرة أو خلينا نقول الحوار كان بالصوت والصورة، هو حتى تعجب لما شاف الكتب هذه وشاف ان بفتح له الصفحه والكتاب. فالله يهدي يا رب، اسال الله ان يشرح صدره الى الحق وان يهديه الى نور مذهب اهل السنه والجماعه. جزاكم الله خيرا.